حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق قبل لحظات شوطنا السابع لنتابع معكم منافسات وتحديات سن الثنايا انطلاقات مسافة 8 كيلومترات مسيرة شعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمتواجدين على أرضية ميدان التحدي مع مسيرة الكبار ومرحلة سن الثنايا مع فئة الإبكار بانطلاقة هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة لنتابع معكم هذه الأسماء الحاضرة المتواجدة في مسيرة هذا الشوط. ولا ننسى أن نهني المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند خاطفا الأشواط المفتوحة مع خودي وعلقم من حضرت في شوط الشلفة والخنجر وخطفت هذا الناموس الغالي. المساء الجميل الثانية موصولة لمحمود بن محمد الوهيبي من رافق هذه الأسماء الكبيرة وتابع هذا الشعار بتحدياته وانطلاقاته. كذلك لا ننسى أن نهني عبد الهادي بن حمد بن هليل من قدم لنا عنفوان من حضرت في أيضا شلف العمانيات وكان لها الحضور القوي خاطفة الشلفة وخاطفة للتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. كذلك نهني سالم بن ناصر العيدة من خطف خنجر العمانيات مع الوسيل من واصل إنجازات هذا الشعار وعاد في هذا المهرجان مقدم لنا الوسيل. والتهنية لحمد بن راشد بن راية المري من تابع الوسيل. تواصلت المنافسات وتواصلت التحديات لنتابع معكم انطلاقة ومجريات هذا الشوط. أول المراكز ملامح وشعار الأشواط المفتوحة مع انطلاقة ملامح على المركز الأول ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما لنا ملامح على البداية والصدارة. شعار خود شعار علقم متواجد في شوط الغمم متواجد مع انطلاقة البداية يقود زمام الأمور يتابع هذا الشعار محمود بن محمد الوهيبي من يرافقه بعملية التضمير والغرافق لنا انطلاقة ملامح. المركز الثاني من تحمل الرقم 2 شعار لوسيل على المركز الثاني تعود ملكية الحسم لعبد الله بن سعيد العيدة مالك أيضا لوسيل مقدما لانطلاقة الحسم على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من أبناء السلطنة قادمين مع بهرجة على المركز الثالث محمد بن سالم بن محمد الوهيبي ممثل السلطنة الدايم غادما بشعار أبناء السلطنة غادما بشعار أبناء الميدان الأبيض مشاركين مع تحديات وانطلاقات الكبار. المركز الرابع رابع الأسماء ورابع التحديات تتابع القدوم من قبل الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري مقدما لنا أيضا شعاره مع انطلاقة واندفاعة. المركز الرابع وكما تاب حضر في صباح هذا اليوم مع منصورة من خطفت شلف الانتاج للثنايا في هذه الفترة الصباحية وكان حضور قوي في هذا المهرجان. خامس الأسماء وخامس المراكز ومن تحمل الرقم 5 المتحدة فهيد بن سعيد بن فهيد آل حنيتم المري مقدما لنا المتحدة من اتحدت قواها وانطلقت منافسة للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة بدأت تغير من مركز إلى مركز حتى وصلت إلى المركز الثاني. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة هذه الانطلاقة وعملية البحث
عن كسب نقطة هذا الشوط وعن كسب سيارة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن تيتانيوم، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى ويفوز معنا بهذه الانطلاقة. أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة مع أول 3 كيلوات غضت من مجريات وعمر هذا الشوط لنرى قصة ورواية 5 كيلومترات المتبقية من مسيرة هذا الشوط. أعود إلى المركز الأول لأتابع ملامح البداية، ملامح المقدمة، ملامحها ومسيرها مع انطلاقة الشوط هو ملامح الفوز، ملامح التتويج مع انطلاقة البداية. تعود ملكية ملامح لناصر بن عبد الله بن احمد المسند الرجل الانيق مقدما لنا شعاره مع انطلاقه البدايه مع ملامح من تكسب الارباح بانطلاقه هذا الشعار. يود المسند ان يقدم لنا هذه الورقه الرابحه ليخطف نقطه مسائيه جميله ليسجل 3 نقاط في هذا المساء مع هذا الشعار ليضيف الانجاز للانجازات السابقه. يتابع ملامح محمود بن محمد الوهيبي البروفيسور متابعا لهذا الشعار بإنجازاته وبطولاته وتحدياته. المركز الثاني وصول شعار هجر التحدي مع انطلاقة ثاني المراكز الطيارة بدأت مقدمة للجميع الإثارة بانطلاقتها الطيارة باحثة عن السيارة بتواجدها على المركز الثاني. تعود ملكية الطيارة لهجن التحدي. المركز الثالث القدوم لأول ندى وصلت جواهر بدأت تتلألأ بانطلاقتها، بدأت تتوهج مع انتصاف المسير لتظهر وتتضح مع انطلاقة المركز الثالث. تعود ملكية جواهر لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، الله العطية، شعار العطية يقدم العطاء الكبير لعشاق شعاره مع انطلاقة المركز الثالث مع انتصاف المسيرة وانقضاء 4 كيلومترات. لنتابع ماذا تخفي لنا الكيلوات المتبقية مع منافس الأسماء. المركز الرابع أتابع وصول مشاهدينا الكرام تقدم وانطلاقة حاملة الرقم 4 يا لحالات الصدف تحضر على المركز الرابع سحابة لتبدأ بسحب البساط من الأسماء المتواجدة. أسعود بن صالح بن حمد القمرة من يمتلك سحابة ومن يتابعها، حمد بن سالم بن جهويل من يتابع سحابة بعملية التضمير، من خطف أيضا أقلى رمز في هذا المهرجان أو رمز غالي في هذا المهرجان مع أحدث أيضا السن مع سن الإجذاء كان له حضور مميز خاطفا الشلفة الشوط المفتوح. يتواجد هذا الشعار ليقدم لنا انطلاقة المثيرة مع تواجد شعار القمرة وبمتابعة حمد بن سالم بن جهويل. المركز الرابع أو خامس المراكز أتابع على المركز الخامس تقدم الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط بتحديات هذا الشوط. لنعود إلى المركز الأول لنتابع ماذا ترى من تغيير للمراكز وانطلاقة المقدمة الطيارة. قلت لكم بدأت بالإثارة مع مسيرة شعار هجن التحدي وانطلاقاته وتحدياته على أرضية ميدان التحدي. تعود ملكية الطيارة لهجن التحدي مع انطلاقة المركز الأول. المركز الثاني التواجد من ملامح لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. ثالثا نتابع تقدم سحابة سعود بن صالح بن حمد القمرة يتابع الشعار بن جهويل بعملية التضمير. المركز الرابع القادمة بهذه اللحظات وصلت الحسم
تقدمت الحسم لعبد الله بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الرابع. المركز الخامس غدوم الزبارة لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع المركز الخامس. الأسماء الخمسة الأولى بالمقربة من بعضها البعض في مسيرة هذا الشوط، بل الثمانية الأسماء الأولى في مقربة في منافسة وتحديات مع بداية الضغط للأسماء المتقدمة مع الكيلوين المتبقية عن الناموس عن التتويج عن خطف سيارة هذا الشوط وخطف النقطة الثمينة في هذا المهرجان الغالي. أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة مع هذه اللقطات الجميلة، الصور الرائعة التي يلتمسونها مخرجين هذا السباق، علي بن محمد بوشارب وأيضا محمد بن بخيت بن خزينة من يلتمسون اللقطات الجميلة التي يستمتع بها المتابع والمشاهد. شعار هجن التحدي على البداية مع الطيارة، طيري يا طيارة طيري، الله الطيارة لهجن التحدي. لكن ملامع على المركز الثاني لناصر بن عبد الله بن احمد المسند والخادم الحسم وأسرة الحسم لتبدأ المنافسة، ليبدأ مع انطلاقة شوطنا المنطلق. الله غيرت مجريات الشوط، غيرت إلى البداية. الحسم شعار العيدة، عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة مع انطلاقة الحسم، وانطلقت ملامع من الجانب الأيمن. ناصر بن عبد الله المسند تقدمت في هذه اللحظات جواهر، خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع قادمة المتحدة، الله تسللت من المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول. المتحدة متحدة انغواها، مفتتحة مجريات الكيلومتر الأخير مع انطلاقة المتحدة بشعار أيضا فهيد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحنيتم المري بن حنيتم مقدما لنا المتحدة على البداية على المقدمة، خاطفة حتى هذه اللحظات سيارتي هذا شوط النيسان ستيشن. الله المتحدة على البداية، لكن أتابع اللي بدأت بالملاحقة بهذه اللحظات، ملامع غادمة، المسند غادم على المركز الثاني وكذلك قدوم شعار العطية. لكن بن حنيتم المتحدة، اصمدي المتحدة، الاسماء حاضرة، ملامع الا ان تكسب ارباح هذا الشوط مع انطلاقة المركز الثاني. ملامع المتحدة ملامع السيارة الناموس 300 متر النهائية بن حنيتم المسند. الله ملامع تكسب نقطة الشوط مع انطلاقة شعار المسند. سلم يمناك يا محمود بن محمد الوهيبي من تابع ملامع وقدم لنا ملامع بانطلاقة أول المراكز، خاطفة النيسان بترول ستيشن تيتانيوم. التهاني والتبريكات للرجل الأنيق ناصر بن عبد الله المسند على فوز ملامع، والتهاني للبروفيسور محمود بن محمد الوهيبي النقطة الثالثة بعد فوز خود وبعد فوز علقم. تحضر ملامع وتكسب نقطة هذا الشوط المركز الثاني. وأسرة المتحدة ما قصرت، الله يقول حق فهيد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحنيت المري المركز الثالث، جواهر لخليفة بن حمد بن خليفة العطية المركز الرابع، وصلت بهرجة لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي المركز الخامس، كان الوصول من قبل الشحانية لسنيد بن علي بن سالم الدعية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، حبل الكريم، تابعنا معكم منافسات هذا الشوط وشاهدنا ملامح من خطفت سيارة هذا الشوط. توقيتها الزمني 12 دقيقة 55 ثانية 7 زمن ثانية. الثاني والتبريكات نزل فهد ناصر بن عبد الله المسند، والثاني لمحمود بن محمد الوهيبي المركز الثاني. وسط المتحدة 12 دقيقة 59 زمن ثانية. الثالث تبريكات لفهيد بن سعيد بن فهيد بن سعيد الحنية المري المركز الثالث. وصلت جواهر 12 دقيقة 59 زمن ثانية. الثالث تبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية.